بدءا من الدخان. اكتشف العلماء بوسائل التكنولوجيا المعاصرة بعد الانفجار العظيم الغاز التي تفرقت الدخان كانت جمعت بسبب الجاذبية، هكذا تشكلت. بعد ذلك كونت هذه المجرات والكتب حولها، وهذه الحقيقة موصوفة في القرآن الكريم المنزل منذ 14 عام. هذه الاكتشافات العلمية في صورة فصلت حتى أن السماوات أو الكون تعبير آخر كان في هيئة دخان. من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتا أربعة أيام سواء للسائل، ثم إلى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا كرها حتى أتينا طائعين. عربية السماء إلى الكون بأكمله. وتصف كلمة دخان المادة التي عليها الكون يتخذ هيئته، وهو الغاز الساخن الذي يعرفه العلماء في أسلوب محدد. هذه القرآنية تصف ذلك الدخان حيث أنه جسم في جسيمات تتصل بمواد صلبة. وقد أكثر اللغة العربية لوصف المرحلة الدخانية، حيث أن العلماء لم يكتشفوا الحقيقة العلمية في القرن العشرين، وهي الحقيقة التي بيّنها القرآن منذ 14 عام. بالإضافة إلى ذلك ثم المستخدمة في الآية ثم استوى إلى السماء وهي دخان، معان أخرى مثل بالإضافة أيضا كلمة عن الوقت، ولكن توضيح لي حقيقة معلومة عن خلق الكون منزلة في القرآن ليس أقل من معجزة قرآنية. مصدر الكون تكون من كتلة ساخنة من الغاز. بعد 300 مليون عام من الانفجار العظيم تكونت النجوم والمجرات، وبدأت قوة بالتأثير عدم انتظار في الغازية بار تمدن بسرعة أكبر. تكونت جيوب الغاز وصارت أكثر كثافة، ومن هذه الجيوب تكون ومن ذات سنة تكون الشمس، وقد تكونت شمس في سحابة الغاز في صراع حقيقة نعرفها الآن مجرد درب التبانة، ثم أنجبت سحابة من الغاز والأنقاض بحيث الكواكب الكويت. لا تزال هذه العملية مستمرة. النجوم يشكل سحبا من الغاز يمكن أن يرصدها العلماء اليوم، ووجود حقيقة بشأن خلق الكون في القرآن الكريم أربعة تم اكتشافها إلا في القرن العشرين، بالتأكيد معجزة تثبت أن كلام الله عزيز.